احصل على طلب جديد بطاقتك الوطنية بكل سهولة، وكذلك رمز تتبع. إذا كنت أول مرة تشاهد فيديوهاتنا، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. إذا كنت مشتركا في قناتنا، لا تنسى تفعيل الجرس ليصلك منا كل جديد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي متابعي قناتنا، مرحبا بكم في فيديو جديد. هذه المرة غادي نشرح طريقة ديال ملء طلب جديد أو استصدار بطاقة وطنية. هذا الطلب كندخلوا ليه الموقع الإلكتروني اللي غادي نخلي الرابط ديالو في الوصف أسفل الفيديو. ملي كندخلوا ليه غادي يعطينا هذه الصفحة هذه اللي فيها تعبئة الطلب المسبق، تتبع أو إتمام الطلب، حالات خاصة. حنا غادي نمشيو لتعبئة الطلب المسبق. ملي كنكليكيو عليه كيعطينا هاد البلاصة هادي اللي فيها نوع الطلب المسبق، لأنه مقسوم إلى شطرين: طلب البطاقة لأول مرة أو طلب جديد البطاقة. حنا على حسب داكشي اللي بغينا. هنا كنديرو وافق على الشروط العامة للاستخدام، وكنديرو اختيار، أما اختيار اليمين اللي فيه طلب البطاقة لأول مرة، أو طلب لي اختيار لي على اليسار اللي هو طلب جديد البطاقة. أنا غادي ندير طلب جديد البطاقة. ملي غادي نختار، غادي يعطينا هاد الصفحة هادي اللي فيها المعلومات الشخصية ديالنا. هنا كنشوف واش جديد، حالة تلف، سرقة، فقدان. حنا غادي نديرو جديد. بالنسبة لهاد المعلومات هادو اللي فيهم نجمة حمراء، راه بزز علينا، خاصنا نعمروها. واللي ما فيه، اللي ما فيه نجمة حمراء يعني اختياري، الا بغينا نعمروه، الا ما بغينا ما نعمروه. بالنسبة لنا راه فيه غير الاسم والنسب، تاريخ الازدياد، مكان الازدياد، صنف الطالب، واش ذكر او انثى. ومن بعد كاينة معلومات الحالة المدنية. هنا راه ماشي اوبليجي نعمروه. والوضع ديالنا العائلي، واش عازب، مطلق، ارمل، ولا مطلقه، ارمله، عازبه. من بعد كنعمروا المعلومات ديال الاقامه ديالنا. في التحت كنعمروا معلومات اضافيه الى بغينا. كنديروا رقم الهاتف، الايميل. ملي كنديروا التالي كيعطينا هذا الميساج اللي هو: هل تريد تحديد موعد؟ كنديروا نعم. من بعد كيعطينا هاد الكالندري اليوميه، فاش غادي نختاروا النهار اللي بغينا من الايام اللي عندنا باش نختاروا فيها. مثلا هنا عندنا جوج اسابيع، كنختاروا النهار، كنديروا التالي، كيعطينا توقيت، وكنختاروا التوقيت اللي بغينا، ابتداء من 8، 8 وربع، 9، 8 ونص، 9. المهم كنختاروا الوقت اللي بغينا حنا، اللي يناسبنا. ملي كنختاروا الوقت كنكليكيو على التالي. ملي كنكليكيو على التالي كيعطينا يعني كيبين لنا التاريخ اللي اختارينا والمواعيد اللي اختارينا، وكيعطينا رمز التتبع. من بعد كيعطينا هاد الصفحة هادي، اما نديرو حفظ ولا نرجعو نديرو السابق. حنا كنديرو حفظ. ملي كنديرو حفظ كيعطينا هاد الميساج، كنديرو نعم. من بعد كيعطينا هاد الرمز، هذا هو رمز التتبع، باش غادي نوليو نتبعو الملف ديالنا فين وصل. كنكليكيو على كلمة إنهاء اللي تحت الكود. في هذه المرحلة هذه كيعطينا باش كيسولنا واش نبريميوه ولا لا. كنكليكيو على تنزيل الطلب، ساعة كنبريميوه، وبهكا كنكونوا يعني سالينا جميع الخطوات، وكنحصلوا على جوج الوثائق، وهما كنديوهم معنا مع وثائق ديال البطاقة الوطنية اللي كيطلبوا لنا في البطاقة الوطنية. وفي المواعيد كنديوهم في الوقت المحدد باش ندفعوا البطاقة الوطنية ديالنا.